مساء النور الغزالات، كي راكم مزيانين؟ اموركم بخير على خير؟ كنتمناكم تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غندير معكم واحد ميني فلوغ. جينا للدريم، فكيف ما قلت لكم في الفيديو السابق راه حطوا محلات جدادين كازانوفا، فتحوها فيها حويجات البنات، فيها المعنات واعرين توب توب. مهم انا نخليكم على فيديو وغنصور لكم لقطات ديال كازانوفا وبعض لقطات اخرين. وصراحة اللي بغات تمشي تسخر اي حاجة راه دايرين واحد لوفيرتا، وكذلك كاينين معنات غزالين في هذا المحل ديال كازانوفا لانه كبير، ديكورات طويسلات كلشي كيحمق كيف ما كتشوفوا. حنا دخلنا خليكم على فيديو، كنتمنى يعجبكم. فهنايا البنات حاطين هادو 5 اورو، كاينين الصغيرين وكاينين الكبارين. فنيونين البنات ديروا فيهم طورطه اي حاجه هكايا. وكاين هاد الشكل اللي مديور عامل 6 اورو فاصله 99، حاطين شي حويجات اللي هما زويونين انيقين. عندهم ديكورات كيحمقوا صراحه، هذه عجبتني صراحه، عجبتني بزاف. فالثمن ديالهم كيف ما كتشوفوا 5 اورو. وهاد المهيريزه البنات اللي حمقني عامل 36 اورو زويون صراحه. وكاين هاد الديكورات البنات ديال الحلوه، كل حاجه والثمن ديالها، كاين ديال 10 اورو كاين ديال 15، واللي هما كاليتي زويونه الزاج ديالهم زوين. وكاين هاد القلايه 129 129 زويونين، كاين ستيل هذا وكاين هاد الموديلات. فكاين ثاني هاد الديكورات البنات زويونين في الكولوريز، وهادو ديال العصير، وكاين هاد الماكينه ديال العصير هادي في الخديطر 49 اورو. وهادي البنات عامله 24 اورو تحطوا فيها التورته هكايا حليوات. فعندهم ديكورات هادي عامله 10 اورو البنات تحطوا فيها السكر او اي حاجه حلوه ولا داكشي في الطابله. ففيهم موديلات، وكاين هاد بحال شكل كانابيس كرسي كيحمق هكا في تحطوه في الصالون. هادو عامل 469 في الباجه البنات. وكاين ديكورات كيف ما كتشوفوا كيهبلوا صراحه اليوم، حاطين شي حويجات واعرين البنات. والاثمنه كل حاجه والثمن ديالها. الطابيات عاملين 5 اورو ديال البانيو، وهاد الديكورات البنات 24 19 كل حاجه والاثمنه ديالها. هاد اللعيبه 7 اورو. فكذلك عندهم بارتي ديال بيت نعاس وداكشي فكاينين. وكاين هاد الديكورات، كاين عندهم تاسبيراتور وكاين البنات هاد الكيسان عاملين 4 اورو فاصلة شي حاجه في هاد الكولور، كاينه حتى في البيض، وكاينه ديال العصير كيسان ديال العصير. كذلك كاين هاد الطبيسلات كيحمقوا البنات، راهم اونسومبل في هذا عامل 10 اورو، كاين فيه شويبيات هما جايين بحال شكل البلاستيك البنات زويونين. هذا عامل 10 اورو فاصلة 99 حتى هو. كاين هاد الستيلات اللي هما صغيورين، هذا عامل 9.90 يعني 100 درهم تقريبا. كذلك هذا كاين بحال الجبانيات يعني انتم اللي بغيتوا تاخذوها هكايا في الشويبي، جيست ديالهم زويون. كذلك كاينين بحال هادو 7 اورو، وهادو عاملين 2 اورو فاصلة 50. صراحه عجبوني المعنات عندهم زويونين يعني في المستوى هكايا. فنخليكم على فيديو كنتمنى يعجبكم. وهنايا البنات جينا كذلك الاوتليت، خصني ناخذ شي حاجه عجباني صراحه كاينه تما كاينه.
فدرنا دويره كذلك هنايا البنات راهم عاملين واحد لوفيرطه ما نقول لكمش واعره في النايك تريكوات ديال النايك شي حاجه اللي هي زويونه عاملين تخفيضات بزاف بزاف راه كل خميس كيعملوا تخفيضات فخديت من عندهم شي حاجه هكايا مهم خليكم معايا في الفيديو ونشوفوا الجديد هنايا البنات صافي تسخرت شي حويجات من نايك وخرجنا غادي نديرو شي قهيوه ونكملو الدويره ديالنا المهم هانتوما معايا في الفيديو في هاد الفلوق كنتمنى يعجبكم وهنايا غادي ندخلو لهاد المحل نشوفو واش عاملين فيه تخفيضات كذلك ونكملو الفلوق ديالنا وهنايا البنات صافي قيست الشورطات فهم اللي عندهم الثمن يعني ناقص على الحوايج اخرين عجبني هاد التريكو حتى هو يا صراحه عامل 69 اورو بالحق ما عرفتش واش غنديه ولا لا كاينه في البيض وفي واحد الكولور في الكحل صافي البنات فكيف ما كتشوفوا لا كنت غادي ناخذ شي حاجه غادي نشاركها معكم لان صراحه ما دايرينش هادو التخفيض بزاف المايك اللي دايرين واحد لوفيرطه اللي هي زوينه البنات بزاف صافي نخليكم معايا في الفيديو وهنا يا البنات صراحه رحنا درنا واحد ميني فلوج يعني كل بلاصه مشينا دخلنا ليها يعني ماشي بالضروره واحد غادي يشري غير شفنا هكايا يعني المهم شفنا التخفيضات شفنا شكون اللي داير التخفيض شكون اللي ما دايرش وضربنا دوره هكايا هادشي اللي كاين فصراحه كيف ما قلت لكم النايك اللي عاملين لوفيرطا يعني بزاف اغلبيه كيعملوها كل خميس هادشي اللي كاين وهنا يدخلنا لهاد المحل ديال الجاز وهنايا الغزالات خرجنا درنا دويره كل بلاصه كل محل مشينا دخلنا فيه شفنا الجديد وهنايا جينا ناخذوا لاكلاص البنات ضروري ناخذوا شي جيلاطو هكا نبردو شويش فجينا لهاد البلاصه البنات كيديروا فيها جيلاطو واعر ولكن راه شبرنا واحد الكوده ما نقول لكمش بزاف صافي خدينا جيلاطو وجلسنا كنلعبوا مع الوليد ديالي مع كيحماق عليه فقلنا نهبلوه اليوم بقى كيشوف معصب صافي كلينا جيلاتو هكايا وضحكنا وبدلنا الجو يعني بدلنا الجو صراحة الواحد ملي كيخرج كيغير الجو وهنايا البنات هذا هو الميني فلوغ درنا دويره في اوتليت في دريم يعني بدلنا الجو شفنا الجديد ديال التخفيضات يعني شنو كاين وهنايا جبت الوليد ديالي الماكدونالد لان ضروري خصو نديه الماكدونالد الا ما خرجناش دائما فتا هو درنا له الخطر ديالو جبنا هنايا عطيناه يعني شنو اللي كيبغي هادشي اللي كاين البنات المهم كنتمنى هاد الميني فلوغ يعجبكم وهنايا الغزالات ميني فلوغ ديالنا تسالا دابا غادي بحالنا للدار صافي شرينا الحويجات اللي خصنا وجينا بحالنا صافي هادشي اللي خديت البنات ما خديت شي حاجه صراحه غير الحويجات اللي فيهم لوفيرطا كنتمنى هاد ميني فلوغ يعجبكم باي باي